مرحبا مواليد برج العقرب، معكم كارني شماس. كيف بده يكون الأسبوع الثاني من شهر أيار مايو؟ طبعا هذا الجزء الأول. نحن هلا موجودين بالجزء الأول، جزء متعب لإلكم. كل يوم قليل الحظ بيكون فعلا ثقيل ثقيل يعني ومزعج، فبدنا نكون منتبهين. يلي بده يعرف تفاصيل اكثر بيدخل على برجه الشهري، تنزلوا على علبة الوصف وبتفوتوا على اللائحة وبتسمعوا برجكم ضروري الشهري. كيف بده يكون الجو الفلكي، الأحوال الفلكية؟ التنين القمر موجود في البيت الثاني، بيت المال، فهنالك اهتمامات مالية، هنالك ملاحقة أو متابعة لأمور من هذا النوع، هنالك تحديد مسار معين، يمكن في مقابلات، يمكن تطلبوا مواعيد أيضا فقط لحتى تضبطوا الأمور، يمكن تكون أمور قانونية فانتبهوا. الثلاثة والأربعة القمر موجود في برج الجدي. لما بيكون القمر موجود في برج الجدي بالنسبة لإلكم، أنا بعتبر إنه أعطاكم الحظ فرصة لحتى تعبروا عن، تدافعوا عن حقكم، تدافعوا عن رأيكم. إذا صار خطأ اتجاهكم تعرفوا أنتم تحكوا. في جو جيد مناسب لحتى مولود ومولودة برج العقرب يقدروا يطلعوا محتوى مفيد. في حركة كتير كبيرة، عندكم قوة. بدكم تعرفوا أنه أحيانا شخص بيكون قوي لكن في أيام بيكونوا أقوى من غير أيام، مثل هلأ اللي عم بقلكم انه الثلاثة والاربعة يومين قوية لإلكم. يعني اللي بيشوف مولود برج العقرب يوم الثلاثة والاربعة بينقذ لانه عنده طاقة كتير كبيرة، لكن انتبهوا لانه الشمس معكستكم، احتمال انه هالطاقة تقلب ضدكم اذا كانت استعملتوها بطريقة هجومية. اوكي، كونوا لبقين وبتحصلوا على كل شيء بتريدوه. الخميس والجمعة هون بدنا ننتبه مواليد برج العقرب، لأنه بينضم لمواجهة الشمس مربع من القمر، فبدنا نكون منتبهين لأنه احتمال أنه تولع، احتمال أنه تتأزم. أنا عم بحكي الناس يقولوا لي أوف شو هذا الأسبوع، بقلكم في طاقة كتير كبيرة، بدنا نشتغل حسب الأحوال الفلكية لحتى نرتاح ونربح بكل يوم حسب طاقته. فلما بيكون الطاقة مثل الخميس والجمعة طاقة مزعجة تقيلة بتحمل مشاكل، شو بنعمل؟ ما بنعمل مشكل، ما بنعمل مشكل. حدا بيزعجنا، ولادنا طالع صوتهم، نحكيهم بهدوء ورواق، يا بابا يا ماما معلش وطوا صوتكم، وطوا التي في، انتبهوا. بالرواق بتحلوها، بالمشكل بتتأزم، لأنه أنتم أصحاب الطاقة، ما راح أقول سلبية لكن الطاقة القوية. السبت وانتبهوا، الخميس والجمعة هن من أسوأ أيام هذا الأسبوع، من أسوأ أيام هذا الشهر. السبت والأحد بترتاحوا شوي، القمر بيروح لمثلث مع برجكم، صار في مجال يكون في محبة، يكون في إخلاص، يكون في حدا واقف إلى جانبكم، احتمال يكون في فرحة بانتظاركم، فرحة كتير كبيرة. في عنا دعم كتير كبير لإلكم، مثلث كتير مهم بين برجكم، بين نبتون والقمر الموجودين برج الحوت، وبين ميركوري عفوا مارس المريخ والزهرة اللي موجودين برج السرطان. من أقوى الأبراج فيها تكون موالي برج العقرب يومي السبت والأحد. بزيد على الحظوظ، كل مواليد برج العقرب محظوظة بشكل خاص 29 30 31 أكتوبر. يلي لازم ينتبه من معاكسة أورانيوس، هي مواليد 11 و12 نوفمبر. نلتقي مع الأبراج اليومية، وما تنسوا تسمعوا برجكم الشهري، بتلاقوا لائحة الأبراج الشهرية تحت بعلبة الوصف. إلى اللقاء، باي باي.